هاي المرة الثانية نجي، المرة اللي راحت كنا لابسين ومبدلين ولابسين الهامبوك الزي التقليدي الكوري وفرحانين، ولقينا مسدود وفشلنا صراحة وما نعرف وين ننطي وجهنا. وهاي المرة الثانية نذكر بالمعلومات اللي قلناها ونضيف عليها كم معلومة ثانية. هذا القصر بنى عام 1395، هذا يعتبر هو القصر الملكي الأساسي في كوريا لسلالة جوسون. أوكي، هو عنده 5 قصور كبيرة جدا، هذا هو أكبر قصر بهن والأهم، يعني هو القصر الأساس. هذا القصر احترق تمام بحرب اسمها حرب إمجن، وبقى مهجور لمدة قرنيا. بعدها رجعوا واشتغلوا عليه ورجعوا بنوه، بس اللي استغربت عليه فشي انه هم عمروا، تخيلوا عمروا بس 7700 غرفة، لعد كم غرفة بيها هذا؟ بداية القرن العشرين هذا القصر تعرض للتدمير، بس هذه المرة على ايد اليابان لما كانوا محتلين كوريا. وبعدها ولحد هذه الفترة لا زالت إعادة بنائه تمر بوتيرة أو تسير بوتيرة بطيئة. هذا مثل ما قلت لكم أجمل القصور، يضم المتحف الوطني الكوري أيضا موجود جوه. فخلونا نتجول نشوف ايش بي. يمكن يعني هذا المكان مساحته، يعني ما اقول لكم هي بقد مساحه تاج محل، لكن المسافه اللي موجوده وطريقه التصميم تقريبا بها نوعا ما، ما عدا انه ذاك بحدائق داير مداره وشويه اوسع. هاي القاعه الملكيه، قاعه الملك، خلينا نشوفها. راح نشوف التحديد مال هذا، ما راح نشوف القاعة. الله، هاي القاعة مال الملك، تعال شلون شغل باوع. هو كان قاعد فوق هيجي، ترى رهيب باع العمارة الكورية، مو عمارة يعني فن العمارة.